أقولها وبضرس قاطع، الحكومة لم تفقد السيطرة، وإنما الحكومة متواطئة مع هذه المصارف والبنوك. هنالك عملية نهب منظمة لأموال الدولة وللمال العام. تحدثنا في هذا البيان ككتلة نهج الوطني، ونحن نتحدث بالوثائق وبالأرقام منذ ما يقارب يعني أكثر من 6 أشهر، ومع شديد الأسف لم نلقى آذانا صاغية لما تحدثنا به. موضوع مزاد العملة تحدثنا بكل مدياته، هنالك عملية نهب منظم. أول عملية نهب ابتدأت هي حينما سربت قرار رفع سعر الصرف. الفترة بين تهريب سعر الصرف وقيام البنك برفع سعر الصرف بشكل رسمي إلى 1450 فترة شهر. هذه الفترة كان هنالك عملية نهب لأموال الدولة تقدر بتريليون دينار عراقي مع شديد الأسف، وهذا تم بتواطئ من أطراف حكومية مع شديد الأسف. أيضا إحنا حينما نتحدث عن عملية أو قضية يعني هاي الفترة، هاي الفترة ما هي الجدوى إلى مصارف خاصة أنه الحكومة راح تصعد سعر الصرف، خلي نشتري مبالغ أكثر وبعدين تنباع. أحسنت. تم شراء كميات ضخمة. لا لا لا، رجعوا باعوها، اشتروها من البنك المركزي ب1200 ورجعوا باعوها على البنك المركزي نفسه نفس الفلوس، رجعوا باعوها عليه ب1450. شايف الكارثة؟